إكراماً لشهداء ثورة تشرين الذين عطروا بدمائهم تراب العراق وكانوا أكبر عناوين العطاء. نظم عدد من الناشطين مجموعة من الفعاليات في ساحة التحرير وسط بغداد توثق أسماء الشهداء الذين قضوا برصاص وقنابل القوات الحكومية والميليشيا. طبعا هذه الفعاليات من ضمن الفعاليات السلمية والحضارية اللي انبثقت عن الحراك الشعبي. فشوف هاي القبور الرمزية اليوم، وهاي شجرة الميلاد اللي زينت بصور الشهداء، هاي كلها توثيق وحفظ والحقوق الشهداء تقريبا وتمجيدهم والدورهم يعني المشرف ودمائهم الزكية. الناشطون أعدوا قبورا رمزية للشهداء في ساحة التحرير، وكتبوا أسماء الشهداء ورسموها على جميع جدران الساحة لتبقى محفورة في ذاكرة المتظاهرين المعتصمين، تدفعهم قدما لتحقيق أمالهم بإسقاط النظام الذي عاث في العراق فسادا ودمر كل شيء حي فيه. احنا اليوم هذه القبور الرمزية تمثل لنا دماء الشهداء الطاهرة اللي سقطت دفاعا عن هذا الوطن العزيز. وطننا عراقنا يستحق كل خير، ما يستحق هيك ساسة ظلمة ان يحكموه. ندعم اولادنا واخواننا، وايضا في نفس الوقت نجي هنا نستذكر اولادنا ونوصل لهم رسالة الحب. انتم بقلوبنا، انتم ما رايحين، انتم مو بعيدين عنا، موجودين في كيان كل انسان حر وشريف. عندنا احنا مبادرات، مبادرة القبور الرمزية للشهداء، ومجلس عزاء كل يوم للشهداء، والشجرة هذه هي شجرة رمزية للشهداء، وإن شاء الله تكون شجرة ثانية، وعندنا هواي مبادرات تكريم لأرواح الشهداء. وتبقى أسماء وسير الشهداء التي تزدان بها ساحة التحرير وجميع ساحات الاعتصام في العراق عبارا تضيء طريقا أنارته دماؤهم، طريقا لا ريب أن الوصول للمجد عبره يحتاج لتضحيات كبيرة.